سلام دوستای عزیز به چینل یوتیوب سعید امیری خوش آمدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما لطفا صفحه چینل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، لایک، شیر و زنگوله رو فشار دهید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، خدا کنه که خوب و صحتمند باشین. شروع میکنیم درس قرآن کریم از آیت 88 الا 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. إذا درس روزي تدرس بدي الله حافظ.